طب هذه الشراكة اليابانية، طبعا نحن نعلم انه دار الأوبرا المصرية الجديدة دي تم تصميمها على شكل إسلامي حديث، واللي صممها مهندس ياباني. هل هذا الشكل ظاهر من الخارج؟ من الخارج ظاهر طبعا في الشبابيك بتاعت الأوبرا والقباب اللي موجودة فيها الأوبرا، وبصراحة أنا شايف إن التصميم ده تصميم رائع. هي فكرة الأوبرا موجودة في كتير من ال في الأوبرا، بس هو مع الشبابيك بتاعت الأوبرا ومع المداخل بتاعت الأوبرا وحتى الأسوار بتاعت الأوبرا، أسوار الحديد بتاعها إسلامي، فده طبعا مدي يعني ليها شكل كده يعني بصراحة مميز. لما تشوفي حضرتك السور بتاع الأوبرا تقولي ده الأوبرا، تشوفي الشبابيك تقولي دي الأوبرا، بقت ليها علامة مميزة، حاجة رائعة جدا. وبصراحة أنا شخصيا بشكر اليابانيين على التعاون دوت، وبان ده جميل فعلا. احنا حتى الان في تعاون بيننا وبين اليابان، وبييجوا يقدموا هم عروض ليهم جوه الاوبرا، واحنا بنعمل لهم كل التسهيلات وكل الخدمات، علشان طبعا احنا في علاقة تاريخية قديمة تاريخيه يعني. بالظبط، وعارفين الجميل اللي هم عملوه ان هم ساعدوا. هو طبعا منحه يابانيه، مش تبرع. الاوبرا دي منحه يابانيه يعني مدفوعه للحكومه المصريه، دفعتها، كتر خيرهم، حاجه رائعه جميله جدا، أتمنى أنها تتكرر في كذا بلد في كذا محافظة كمان.